إلى ضيفي من الفاتيكان عبر الهاتف السيد باولو روفيني وزير الإعلام بالفاتيكان. كنا نتحدث عن رؤية الفاتيكان للوساطة والتي كانت طرحت عند أيام التصعيد الأولى وإطلاق طوفان الأقصى والسيوف الحديدية. أين وصلت اتصالاتكم فيما يتعلق بالوساطة المعروضة؟ وأيضا الآن الفاتيكان يتحدث عن ضرورة مراعاة التناسب لدى الجانب الإسرائيلي في ردات فعله. ما هو تقييمكم لما يحدث حتى هذه اللحظة ميدانيا؟ هل راعى الجانب الإسرائيلي هذا التناسب؟ يمكنني فقط أن أرد باعتبار مسؤولا عن الإعلام والاتصال. هناك الكثير من الأشياء يجب أن نعرف كيف تحدث في المنطقة، ونعرف أيضا أنه كان هناك هجوما إرهابيا على إسرائيل وهي ترد. وأقول إنه يجب أن نوجد حلا عادلا دون الحرب. هذا ما حاولنا أن نوصله بشكل متكرر إلى الأطراف المعنية، وكلمة البابا قال ذلك. وبطبيعة الحال نحن نتحدث عن الدور المحتمل الذي يمكن أن يلعبه الفاتيكان، لكن كل الجهود يجب أن تتضافر إلى جانب دعوات الفاتيكان من أجل. طيب اسمح لي هنا بالمقاطعة، يعني باب الفاتيكان قال ضرورة مراعاة الوضع الخاص للقدس، ما هو تصوركم لذلك؟ ما المقصود بأن يكون هنالك مراعاة للوضع الخاص بالقدس تحديدا؟ البابا كان يحيل إلى اتفاقات أوسلو وقال إنه يجب أن يعاد الحديث عن وضع خاص للقدس، وأن يكون هناك احترام لكل الاتفاقات التي وقعت. ورسالة الكرسي الرئيسي في الفاتيكان أن تنخرط الأطراف الفاعلة في المنطقة من أجل دعم حل الدولتين، وحتى يعيش الشعبان بشكل آمن وسالم. وهذا الأبرز. طيب أخيرا سيد باولو، دعني فقط أشير أنه على جانب الشاشة، ننتظر في أي لحظة الانتقال إلى كلمة رئيس الحكومة الإسرائيلية سيد بنيامين نتنياهو. أخيرا للمرة الأولى تاريخيا البابا يعلن أنه سيشارك في قمة المناخ كوب 28 التي ستقام بدولة الإمارات. ما أهمية ذلك؟ والآن الفاتيكان يتحدث عن إجراءات سريعة للتعامل مع أزمة المناخ، لماذا أيضا؟ نعم، كما تعلمين كان هناك اتفاق باريس حول المناخ، وبذلت العديد من الجهود إلى أن وصلنا إلى مؤتمر الأطراف في دورته 28 التي ستعقد في الإمارات العربية المتحدة. وهناك حاجة إلى بذل كل جهد ممكن من أجل إحداث التغيير اللازم، وكذلك إيجاد أرضية مشتركة حتى نتمكن من العمل معا ونتعاطى مع أبعاد أخرى خاصة بالمناخ. لذلك البابا فرانسيس سيأتي من أجل إعادة التأكيد على أهمية الرجوع إلى الاتفاقات المناخية واتفاق باريس، وكبشرية يجب أن نعمل معا من أجل حماية هذا الكوكب وحماية البشر على هذا الكوكب. ويجب أن نأخذ في الحسبان مصالح كل السكان في العالم، ويجب أن نوجه رسائل قوية لزيادة جهودنا، لأنه يجب أن نقرر شيئا في القريب العاجل.
شكرا جزيلا لك من الفاتيكان وزير الأعلام السيد باولو روفيني على كل ما تفضلت به معنا من إيضاحات على سكاي نيوز عربية. أشكرك.